في ظاهرة غريبة جدا بتحصل في البرازيل كل سنة، عندهم شاطئ اسمه برا جراندي أو الشريط الكبير. بتحصل في البحر ده ظاهرة هي الأغرب في العالم، وهي إن البحر بينشق لنصين وبيبقى نص بارد جدا والنص التاني أقل برودة، وبيتكون طريق بري طوله 1000 متر تقريبا. والناس هناك أطلقت على الطريق ده اسم طريق موسى، تذكرا بالنبي موسى عليه السلام اللي ربنا شق إليه البحر وهو هارب من مصر الفرعونية. الأرنب الذهبي هو حيوان من الثدييات، صغير بيعيش في بعض المناطق البعيدة في شمال أمريكا، وبيتميز بفرو ذهبي لامع وأذنين طويلة وكبيرة. والحقيقة إن الأرنب الذهبي بيمتلك قوة عضلية هائلة بتسمح له بالقفز لمسافات تصل لثلاث أمتار، ويمكنه الجري بسرعة تصل لسبعين كيلومتر في الساعة، وده اللي بيخليه من الحيوانات البرية الأكثر سرعة في العالم. وبيتغذى الأرنب الذهبي على النباتات والأعشاب، ويعتبر من الحيوانات البرية الأكثر جمالة وغرابة في العالم. اللي قدامك ده نوع من الحبار اسمه حبار الفراولة، عنده عينين كل واحدة بحجم ولون مختلف عن التانية، واحدة صغيرة ولونها أزرق والتانية كبيرة ولونها مصفر. الحبار ألوانه كتير كأنه معمول من ذهب، اللون الذهبي طافي عليه كأنه بالع مجوهرات، بيلف حوالين نفسه كأنه مسمار طويل، وبيشكل ألوان مختلفة وبتنور، وبيكون شبه الفراولة، عشان كده سموه حبار الفراولة. كتير مننا واحنا صغيرين كنا فاكرين لما نضرب سحلية أو بورصة ونقطة عدلها فده معناها انها بتموت، او فخلاص لو سيبناها شوية هتبقى ماتت، وفضل الاعتقاد ده سائد عندنا حتى بعد ما كبرنا. اللي عايزك تعرفه انها ما بتموتش ولا حاجة، هي بس حركة ذكية منها ربنا وهبها لها عشان تشتت بيها الاعداء اللي بينشغلوا مع ديلها اللي عمال يتحرك لحد ما هي تهرب، لانها عارفة ان ديلها لما تهرب فترة قريبة هيطلع غيره. اللي قدامك دي مش فوتوشوب او صورة متعدلة، اللي قدامك دي هي القرية الوحيدة في العالم اللي مش بتمطر عليها السماء ابدا لانها فوق السحاب. قرية الحطيب موجودة في غرب العاصمة اليمنية صنعاء، من خلالها بتقدر تشوف قمم جبالها لوحات ربانية جمالية غاية في الإبداع، اتبنت على سفح جبل مرتفع جدا لدرجة ان السحب بتجري والأمطار بتتساقط من تحتها. القرية بيسكنها 400 شخص فقط، ومشهورة بزراعة البن اليمني الأصلي.